بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقى الدرس. نيجي لحاجة تانية اسمها signed binary numbers. يعني ايه signed binary numbers؟ زي ما احنا قلنا مفيش تمييز للأرقام السالبة عندنا في الكمبيوتر. طب لو أنا عايز أكتب رقم سالب بكتبه ازاي؟ عندي 3 طرق، عشان برضه جالك في الامتحان سؤال بكم طريقة، أو ازاي تقدر تحول الرقم لرقم السالب بتاعه. فأنت عندك 3 way، تمام؟ عندك اول حاجه بالساين ماجنتيود ريبريزنتيشن، وده هنعرفها دلوقتي، وانز كومبلمنت وتوث كومبلمنت. الوانز كومبلمنت والتوث كومبلمنت احنا خلاص عرفناه. نيجي عند الماجنتيود ريبريزنتيشن. لو انا عندي مثلا رقم اللي هو 2 0 1 0 0 اللي هو 10، عايز اجيب سالب 2. سالب 2 باجي عند اخر خانه، ده اللي هي ساين ماجنتيود. باجي عند اخر خانه اللي هي الزيرو دي، وبخليها 1، اللي هي بقت 10 10. طب ما كده 10 10 اللي هي بقت شبه مين؟ شبه الاي. انا مش عارف دلوقتي اللي هي بقت ايه ولا بقت سالب 2. فهم قال لك ايه، احنا هنخليها 8 بت، يعني تبقى 0 10، تمام؟ ادي كده 3 بت، ادي كده 5، ادي كده 7، واخر خانه هنخليها 1. دي اسمها الساين ماجنتيود. فده بقي سالب 2 2 4 6 8. فاخر الساين ماجنتيود اخر خانه في الرقم، لو موجب بخليها 0، لو سالب بخليها 1. فلو جينا هنا وخليناها 0 زي ما احنا شايفين كده، الرقم ده احنا طبعا كلنا عارفينه 10 اللي هو الاثنين، بقت 1 بقت سالب 2. نيجي نشوف الامثله. بيقول لك to represent negative integer we need a notation for negative value. Sign magnitude represents the sign with the bit place in the leftmost position. آخر خانة of the number and the rest of the bits represent the number. Two convention is to make the sign bits 0 for positive and 1 for negative. بخلي الواحد للنيجاتيف والزيرو للبوزيتيف. فأنا مثال example التسعة is represent only by، أدي هنا عملها بالكام بت؟ بالتمانية بت، 2 4 6 8، عشان ما يتلخبطش بينه وبين الأرقام التانية. فهنا التسعة احنا طبعا كلنا عارفين اللي هي 1001 من الجدول، 9001، وادي الاربع اصفار اللي هم بتوعات البايت، تمانية الاربع بت الباقيين من التمانية بت، تمام؟ فهنا لو عايز اخليها ماينس 9، فهو هو نفس الرقم بس اخر خانة بخليها 1، او عندي طريقة تانية اخليها signed ones complement. فبجيب ال ones complement الرقم، وطبعا زي ما قلنا ال ones complement ال 0 1 وال 1 0، او بجيب ال 2 complement اللي هو 1 1 1 اللي هو بسيب اول واحد يقابلني واقلب اللي بعده من الرقم، مش من الارقام دي، من الرقم، يعني اول واحد قابلني اللي هو ده، تمام؟ الواحد، بعد كده قلبت ال 0 0 بقت 1 1 0 والباقي كله واحد، تمام؟ فهنا ممكن نقول في الامتحان هات لي ماينس 9 باي ساين ماجنتيود، فانت تكتب له 9، بعد كده تكتب له ماينس 9. قال لك يوزنج ساين وانز كومبلمنت، يوزنج ساين توس كومبلمنت. فانت لازم تكون عارف الثلاث طرق بتجابوا ازاي. ادي الجدول. لو انت عايز تجيب الموجب 7 بالطريقه العاديه، فيبقى زي ما هو ال 111 او 110، ما بتغيرش في اي حاجه. تيجي هنا للتوس كومبلمنت بتختلف، هنا السالب 1 بالتوس كومبلمنت دي القيمه بتاعتها، تمام؟ وهكذا يعني، تمام؟ بالتوس كومبلمنت بالوانز كومبلمنت والساين ماجنتيود، تمام؟ طيب نيجي بقى للعمليات عليها، الارثماتيك اديشن. لو انت عايز تجمع رقمين بس كل واحد فيهم باشاره مختلفه، يعني مثلا سالب 6 مع موجب 3، سالب 9 مع موجب 6، سالب 6 مع سالب 6 9، تمام؟ فبعض العمليات انت بتستخدمها برضه، تستخدم التوس كومبلمنت. فمثلا لو عندي الرقمين نفس الاشاره، بجمع عادي الارقام 0 1 ب 1 و 1 0 1 و 1 1 0 معايا الواحد، وهكذا بجمع عادي لو الاشارتين متشابهين. انما لو الاشارتين مختلفين، لو سالب وموجب، بطرحهم وباخد اشاره الكبير. يعني انا عندي 13 و6 بطرحهم يبقى 7، السبعة بجيب نتيجة طبعا، يعني هنا بحول طبعا اللي هو السالب 6، السالب 6 بحولها لموجب 6 عن طريق التوس كومبلمنت او الساين ماجنتيود حسب ما انت بتحب، تمام؟
او من الاحسن ان هو المفضل يعني ان انت تحوله بالتوس كومن طالما تعمل عمليه. احنا قلنا هنا الستة، الستة اللي هي 110 صح، 110. فلو جينا هنا لو كتبناها 110، 2 3 4 5 6 7 8، جيت احولها بالتوس كومبلمنت فهنا تبقى 0 1 0، قلبت الرقم بعد الواحد، 1 1 1 1 1 صح كده. لو جيت هنا هيبقى 10 10 4 وحايد، 10 10 4 وحايد. زي ما احنا قلنا استخدم التوس كومبلمنت لما تيجي تعمل عملية حسابية وعندك رقم سالب قابلك في وشك، هات التوس كومبلمنت بتاعه. الا بقى لو هو قال لك هات لي الساين ماجنيتيود، ساين ماجنيتيود بخلي الرقم زي ما هو هيبقى 110 وقدامه 3 اصفار، واخر رقم هخليه من 0 هيبقى 1. تمام. نفس النظام برضو لو هنا السالب بحوله توس كومبلمنت بتاعه وبعمل العملية عادي. هنا في مشكلة في الساين ماجنيتيود. الساين ماجنيتيود لو جيت اجمع 10 زائد سالب 10 هيديني سالب 20، وطبعا دي الاجابة غلط، وطبعا ده العيب بتاع الساين ماجنيتيود. طبعا الكلام ده طبعا هتقراه، انا بشرح بس اللي هي الحاجات النقاط المهمة. هنا سالب 6 جبت التوس كومبلمنت بتاعه فبقى 10 10 4 وحايد، وادي الإشارة السالب بتاعتي، وادي سالب 13، سالب 13 جبت التوس كومبلمنت بتاعه. تمام. التوس كومبلمنت بتاع 13 تمام. بعد كده لقيت أصلا إن في سالب بره، فروحت جبت التوس كومبلمنت تاني فرجعت الرقم لأصله تاني. عندي هنا أدي الرقم ده، إحنا خلاص حولناه للتوس كومبلمنت بتاعه. وبعد كده خدت اللي جوه القوس ده سالب 13، جبت توس كومبلمنت، حولت توس كومبلمنت بقى 11 0 4 وحايد، وهنا السالب زي ما هو. طب انا ما عنديش عمليه سالب، عندي موجب، فروحت جبت الموجب ورحت جبت التوس كومبلمنت لل 13 اللي المفروض اطرحها، او من الاول اصلا يعني كعمليه حسابيه انت بتقول سالب في سالب بموجب على طول. تمام. طيب نيجي لحاجه تاني اسمها الباينري كودز. الباينري كودز بيقول لك عباره عن مجموعه من البيتس متجمعه مع بعض تمام عشان يدوك رقم معين. المجموعه دي بتكون عباره عن كلها عن وحايد واصفار، منهم البي سي دي نمبر. البي سي دي نمبر ده عباره عن ديسيمال نمبر مش باينري نمبر، مع انك انت بتميزه او بتعبر عنه بالزيرو وان. يعني عندك مثلا الزيرو في البي سي دي نمبر، بي سي دي نمبرز، عندك الزيرو يساوي زيرو 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 4 اصفار، عندك الواحد 1 و3 اصفار، الاثنين 10 وصفرين. تمام. هو نفس الجدول اللي احنا كنا عاملينه، بس مش الفرق ان هو مش باينري، لا ده ديسيمال بس بعبر عنه بالزيرو 1. عندك هنا من اول رقم 10 10 اللي هو رقم 10 اللي هو حرف الاي، من هو رقم 10 لغاية رقم 15 ملوش معنى في البي سي دي نمبر. لو جينا هنا نشوف الجدول بتاعه، قال لك البي سي دي كود ديسيمال كمبيوتر نمبر ويز كي ديسيمال. هنا عندك الكي ديسيمال، يعني اللي هو لو قال لك مثلا 396 ده رقم كده اهو، لو قال لك هات لي المقابل بتاعه بالبي سي دي نمبر، فانت بتمسك الستة لوحدها والتسعة لوحدها والتلاتة لوحدها، وكل واحدة بتحط لها 4 بت، فهنا تبقى 4 × 3 ب 12، فانت تكتب الرقم ده في 12 بت، تمسك الستة اللي هي الستة اللي هي 0 و10 0 110 تمام، في 4 خانات، والتسعة اللي هي 1001، وبعد كده تمسك التلاتة اللي هي 0 0 11 تمام. هنا طبعا الرقم زي ما قلنا من 0 لـ9، بعد كده من اول 10 لغاية 15 ملوش معنى، او ملوش ملوش معنى يعني في الكود البي سي دي. بعد كده نعرف حاجه اسمها دونت كير مش تبع دي خالص. بي سي دي از فيري كومن ان الكترونيك سيستم، حاجات يعني نظري تمام. الاسكي كود، الاسكي كود الدكتوره مش شرحتوش قبل كده في ولا سنه تمام، فمش عارف الصراحه هل هتشرحه ولا مش هتشرحه. لو مش شرحتوش خلاص، لكن لو شرحته يبقى حد من الدفعه يسيب لي كومنت او يتواصل معايا في الكليه ويقول لي ان الدكتوره شرحته واحنا مطالبين بيه، فانا ان شاء الله هشرحه.
هو يعني سهلة مش محتاج أي حاجة خالص. تمام.